كانت مباراة هامة اليوم وصعبة أيضا في ذات الوقت. الأهلي هو أفضل فريق في إفريقيا وكان علينا احترامه، وكما قلت تهنئتي للخصم للنادي الأهلي، لأن هدفنا كان هو التأهل، ولكن تهنئة للاعبي فريقي أيضا. لم يكن اللعب المباراة سهلة خاصة على أرض الخصم، وكان هناك وقت ولم يكن هناك كما قلت العديد من الهجمات اليوم، افتقد الفريق، ولكن أحرزنا هدف قبل أن يحرز النادي الأهلي هدفه. لعبنا بشكل جيد، وأنا على يقين بأن الكثيرين يحترمون فريق سيمبا الآن لكرة القدم التي يقدمها، لأنه وفي بداية الموسم كان أداؤنا جيدا، وأعطينا أولوية أيضا للفريق ولكرة القدم. سعيت اليوم بأن أقدم نموذجا جيدا لكرة القدم في إفريقيا والأز الدوري، لأنه تعادلنا هدفين في على أرضنا وهدف لهدف خارج الأرض. هي نتيجة وكرة جيدة للاعبي الفريق، وهذا كانت نتيجة إيجابية.